باخد الكتاب او باخد النظريه اللي بره باجي اعربها هنا بالنص، لا طبعا. بره الاهالي اصلا بيجوا عند سن معين يقول له باي يا حبيبي يلا روح شوف انت رايح فين. 18 سنه ده بره. طبعا احنا هنا انت هتربي ان شاء الله بنات بنات بناتك، يعني انت فهماني، انت الام بتربي بنتها وبعدين احفادها وبعدين احفاد احفادها، فاحنا ناخد الحاجات المناسبه لينا. انا وانا بكلمك دلوقتي عقلك مستوعب وثقافتنا وديننا وكل حاجه مستوعبه ان الضرب ده ممكن يكون شيء مؤذي. لا ضرب، احنا ما بنتكلمش في العقاب او العقاب. فالحاجات التربيه الحديثه ناخد منها الحاجات اللي تناسبنا احنا وتناسب اخلاقياتنا وتناسب ديننا ومعتقداتنا. فانا ضد ان احنا ناخد الحاجات كلها في ان الاب والام لا ما تمتنش ليهم، ولو هم بيتكلموا معاك بطريقه فلانيه لا. بس برضو انا مع التفكير النقدي، ان الطفل يجي يسال ماما طب ليه رفضتي، طب ليه عملتي، ويبقى في حوار مفتوح. لكن ان انا اعترض على اعتراض ماما لا. في حاجات احنا ناخدها زي ما بقول كده نفصلها على المقاسات بتاعه يعني الثقافه بتاعتها، او اقنعيها بوجهه نظر بالظبط. طيب بما ان في اساليب حديثه للعقاب زي ما قلت لنا كده اسماء، عايزين نعرف الاساليب الحديثه للمذاكره. يعني هل اختلف الايام دي عن زمان؟ لان المعاناه واحده عند الاهل حقيقي زمان او دلوقتي حقيقي. طيب اول حاجه خالص، انا ايه اللي يخليني اعمل الحاجه اللي عليا؟ يعني انا اللي يحفزني اذاكر، اللي يحفزني مش انا يعني اولادي يذاكروا. اللي يحفزني اول حاجه ان هم يكون عندهم هدف هيوصلوا له. طب الاطفال اللي هم السبع سنين والثمان سنين دول الهدف بالنسبه لهم غامض، يعني انا لما اقول لابني ذاكر عشان تطلع الدكتور ايوه يعني اعمل يعني ايه؟ مش فاهمه هبقى دكتور هبقى ازاي، هو ما عندهوش القيمه او الفاليو بتاع الدكتور دي هبقى ايه. لكن لما اقول له ذاكر عشان خاطر هيجي لك بلاي ستيشن اللي انت بتحبه، هحدث لك الايباد اللي معاك، هحدث لك التليفون، ده اللي يبدا يرن معاه. اوكي، فانا لازم اعمل له هدف من اجل، وهدف يناسب سنه ويناسب التفكير بتاعه ويناسب القيمه. هو هيقيم الهدف ده ازاي؟ يعني فيتو، حق الفيتو مكفول للمذيعة. ليه وعودنا مادية؟ يعني ليه ما اقولش لبنتي لا عشان انت تبقي كويسة قوي، علشان انت تبقي احسن واحدة، علشان انت تبقي شاطرة، علشان ده يبقى مستواكي ليه دايما المكافأة مرتبطة ببراها بحاجة مش هي؟ لان الحاجات اللي هي بتعملها دي حاجات مادية. انا اصلا المفروض التعليم ده حاجات مادية، انا المفروض اقول لها ان انت شاطرة وكويسة وجميلة وقمر وحلوة وفيك كل حاجة حلوة من غير اصلا ما تبقي دكتورة ولا تبقي بتجيبي درجات فول مارك ولا الكلام ده خالص. ده اللي انا اقصده. فانا اصلا المفروض انا متقبلاك يا قلبي وانت جميله وفيكي كل حاجه حلوه، بس زي ما انت بتعملي حاجه ماديه وبتزيدي في العلم خلي بالك احنا عندنا ناس بابا وماما من واحنا صغيرين لازم تطلع دكتور، لازم تطلعي مهندسه. لا مفيش حاجه اسمها لازم واحنا صغيرين، فبقى عندهم عقده تلاقيهم ناجحين في حياتهم جدا بس مش حاسين بالرضا. انا حاسه ان انا لسه ما طلعتش الحاجه اللي كانت بتتقال لي زمان. ففي تشوه معرفي كبير قوي في الحته دي. فعشان كده انا بقول لا، ما نقولش عشان ماما تحبك ذاكر، عشان ماما تحبك ذاكر، عشان بابا يرضى عنك الكلام، او ذاكر عشان تبقى شاطر. لا، انت شاطر وجميل ومتفوق وفي كل حاجه حلوه. ممكن يكون متفوق في السباحه، ممكن يكون متفوق في اي موهبه تانية.